تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة. أعرب لسموه فيه عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة عائشة بن سلمان بن حمد آل خليفة شقيقة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، داعيا الله عز وجل أن يتغمد سموها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته. من جانبه عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لأخيه سمو ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة على صادق تعازيه ومشاعره النبيلة، متمنيا سموه لدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من النهضة والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.